السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح حتة بتاعة الكود دوت اللي هو الدي ماين. الدي ماين ده باللون الأزرق يعني ثابت، وهنا كل ما هو أسود أرضك ثوابت، إنما دوت أحمر متغير حسب نوع اسم الحقل اللي عندك، وهنا التيبل متغير حسب اسم التيبل اللي عندك. بمعنى احنا دلوقتي هنا هنعمل جدول خالص جديد، هنا ده اسم الحقل، هو ده احنا فتحنا جدول جديد هو تيبل واحد. تيبل واحد هنا عملناها اسم كده، خد ايه اسم فيلد 1 اهي، خد اسم فيلد 1. كتبنا هنا مجموعة ارقام 10 50 58، يعني مجموعة ارقام تقدر تكتبها 3. هنا الاسم الثاني، الاسم الثاني وهو الـ 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 الاسم الثاني، الفيلد الثاني هو مجموعة اسماء، يعني مثلا هنكتب محاضرة فيها جنسيات ناس حضروا هذا الاجتماع، منهم 10 جنسيات مصري، تمام. هنا 50 سعودي، هنا 58 إماراتي، هنا 75 مغربي، 55 جزائري، تمام كده. 78 مثلا ايه عراقي، 88 سوري، و3 فقط مثلا لبناني، خليها سوداني. احنا عايزين نستخدم الدي ماين. دي ماين هيفيدنا في ايه؟ دي ماين هيفيدنا ان احنا نقدر نجيب رقم. ايه هو الرقم ده؟ رقم دوت يبين لنا من اقل الناس اللي حضروا الاجتماع، اقل الناس اللي حضرت الاجتماع، تمام كده. يبقى أقل الحاضرين من الجنسيات، أقل الحاضرين من الجنسيات. أقل الحاضرين من الجنسيات عايزينها باستعلام وبنسيفها فورم. يعني انا عايز اشوف هنا اقل الناس اللي حضرت من الجنسيات ديت في فورم، يظهر على شكل فورم اللي هو الشكل ده. طيب يبقى احنا هنا هنطبق القانون ده مع اللي احنا هنغير شوية من الحاجات الحمراء، وقلنا هنخش هنا عند فورم واحد، هنخش على الديزاين نفسه وهنقف هنا بتساوي الكود دي ماين. الدي ماين طيب فين بقى اللي احنا قلنا ان احنا هنغيره؟ الاف والتي. الاف ده اللي هو الفيلد الموجود داخل العمود، الفيلد اهو اللي اقوله حرف اف، فيلد. يبقى هنا فيلد 1 داخل تيبل 1، فين التيبل اهو؟ يبقى تيبل وان بس. يبقى هنا اقل الحاضرين من الجنسيات 10، لا حاسب المفروض اقل ناس حاضرة المفروض 3 مش 10. طب هو مش معنى قبل 10؟ طب لو عملنا دي 5 كده نشوف اهو 3. طب هو ليه كان جايب لي 10؟ طيب هنكتب هنا 80 جاي من تشاد،
تشاد، هل رقم 80 ده اقل من الحاضرين؟ خش نفتح البرنامج عشان يتقفل مني. هنحاول بقى نجيبها. طيب هو ده، احنا كتبنا هنا تشاد، هل هيجيب لي التشاد ده هيجيب رقم 80؟ الاجابه لا، ما زال الثلاثه. طب احنا عايزين بقى نكبر الثلاثه دي شويه عشان نشوف، خلاها في النص وننتقل ونكبر سنه، تمام؟ وعايزين اللي هي ما ينفعش نعدل عليها، بتبقى هنا اللي هو انيبل وتحت شغاله يس. كده ما زال جاب لي ثلاثه. نفترض بقى في اتنين جم، اتنين فقط من ليبيا، هل هيظهر رقم اتنين؟ المفروض يظهر. ها هيفتح كده، جاب لي اتنين. هل عايز تربط الدي ماين مع الدي لوكاب؟ المانع. يعني ايه بقى دي لوكاب ودي ماين؟ احنا قلنا ان دي ماين خلاص بيجيب لك اقل قيمه. مين هو الاثنين اللي جم من الجنسيات دول؟ اعرف منين هو جاب لي اثنين بس؟ ينفع اقدر تجيب لي مين هم الجنسيات دي؟ يعني ممكن تجيب لي الحقل الثاني اللي هو ده فيلد اثنين علشان اقدر اعرف مين هم اقل الجنسيات حضروا هذا الاجتماع؟ بس احنا هنضطر نعمل معادله غير دي ماين، هنضطر نعمل المساعد بتاعه. لكن هو الحلقه النهارده دي ماين، حلقه الست دي ماين، انما في مساعدين ليه؟ في مساعدين للرؤيه التوضيحي الاكتر، هنخش هنا هنستخدم الكود، نفس الكود بس هنا دي لوكاب. هنيجي هنا اهو نفس الكلام ده بس هنا دي لوكاب. تعالى بقى يا سيدي هناخد الكلام ده نسخ وهنضيفه في الجدول الثاني. هناخد بس ايه علامه اللي هو العلامه اللي هو الفرشه دي ونستخدمها في الثانيه عشان خاطر تبقى ايه زيها بالظبط يعني. وهنستخدم بتساوي، بس لازم كلمة يساوي، لازم كلمة يساوي. طب بيساوي دي لوك اب، انا كده هشوف ايه يا فندم؟ هنشوف فيلد اللي هو الاف ده، هو هل اسمه اف عندك؟ لا، اسمه فيلد اتنين. طب لو عملت فيلد واحد هتعمل دبلره تكرار تاني نفس القيمه، هتبقى هنا تحت فوق تلاته وتحت تلاته. يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل ان احنا نكتب الحقل الثاني اهو، يبقى كنترول سي. يبقى هنا هنخش هنشيل اف ديت ونضيف ايه فيلد 2، كده هيشوف الفيلد 2 كده مش هتشتغل. ليه؟ لان هنا الجدول مش اسمه تي، اسمه تيبل 1 اهو. لازم يبقى احنا كده هناخد تيبل 1 هي عشان الكلام ده تيبل 1. خلاص كده يبقى احنا كده هيبان مين هم اقل الجنسات حضرت الاجتماع اهو. حضرت الاجتماع اتنين مصري؟ لا، مش اتنين مصري ابدا، لا يمكن تكون اتنين مصري. مصري خمسه. ليه اللي حصل؟ ايه الكارثه دي؟ مش احنا اتفقنا ان دي ماين اقل شخص، فيلد اتنين. ليه بقى؟ لان احنا كده حصل مشكله. ايه هي المشكله؟ بص يا سيدي، دي ماين اللي فوق ودي لوك اب اللي تحت، هو ملوش دعوه. دي ماين جاب لك اقل قيمه في الجدول ده في الحقل ده، دي لوك اب بيقول لي شوف لي أول حقل جاب لي مصري، يبقى أصبح النتيجة إكس غلط. إمتى أربط
بين الاثنين، ما هو الحل؟ ربط ما بين دي ماك دي ماين ودي لوك اب عشان دينا النتيجه صحيحه. ما هو الحل؟ اللي احنا هنعمل تصفيه. ايه هي التصفيه دي؟ اللي احنا هنستخدم الكويري ديزاين ونجيب الجدول واحد، هنقول انزل وانت انزل، يبقى احنا كده ايه خدنا الاثنين دول العدد الحاضرين وجنسياتهم. هنسيف هنسيف بكويري 1. هنربط هنربط عدد الحاضرين بهذا الرقم، يعني هنا واخد فورم واحد واسم الحقل او اسم التكست تكست صفر. هنا بقى في الكويري ده هنعمل فلتر ونقول له والنبي شوف لي ما تشوف لي، يعني شوف لي الرقم المكتوب داخل فورم واحد تكست صفر هاتهولي. كده جاب كده عمل تصفيه. بمعنى ايه بقى؟ اهو كده جاب لي رقم اتنين. لما افتح هنا الكويري جاب لي اتنين قصاده مين؟ ليبيا. ليبيا يبقى دي اللقب ده يشوف لي الكلام اللي اتكتب هنا، ما يشوفليش الفورم التيبل، ما يشوفليش التيبل. يبقى احنا هنعدل هنعدل، هنخليها كوي دي لوكاب زي ما هي وفيلد 2 زي ما هي، لان احنا ما عدلناش عليها، ما عدلناش في الكلمه دي، تمام كده. وهنا هنيجي هنا بدل من تيبل واحد هتبقى كويري واحد، كويري واحد. بس كده يبقى كده النتيجه تطلع صحيحه. اقل الحاضرين في الجنسيات اتنين من هما ليبي. بس تعال هنضيف 150 واحد امريكي، هل هيتاثر بهذا التقرير؟ لا طبعا، ما زال التقرير نادي ان نخلص من حاجه جاب لنا حاجه، وده اقل الحاضرين برضو. هو في حاجه هنا مشكله. 150 هنعمل كده، احنا قلنا هنا دي ماين يعني اقل حاجة، اقل حاجة دي ماين. ما هو الرقم الكبير اللي جابه ده؟ ده جاب اعلى قيمة. هيدي جاي نشوف تاني كده. طب 150 ده يعني هو بيجيب هو شكله كده بيجيب اخر حاجة، شكله بيجيب اخر حاجة. احنا عايزين نجيب اقل حاجة. هو ممكن دي ماين ده يقصد ان اخر حاجة اتكتبت، ممكن تكون يقصد بيها دي حاجة. والدليل دلوقتي اللي احنا هنعمل تجربة كده ونشوف. 33 عايزين دولة بسرعة. جنوب افريقيا، جنوب افريقيا ورينا كده. ما جابليش ال 33 جنوب افريقيا، ما جابليش، جاب لي ثبت لي على امريكا 150 الامريكي دول. واحنا قلنا بكده ان ده كود اللي هو دي ماين، يعني ده اقل حاجه في جدول واحد في فيلد واحد في تيبل واحد. المفروض ده اقل واحد والماكس هو الاعلى. ما هو السر اللي هو بيجيب لي رقم 150 ده؟ انا مش عارف، بس احنا هنحاول ان احنا هنعمل زرار كده ونقول له ريكويري حدث لي من لاي حاجه. هنا تحديث، هنشوف كده تحديث ونجرب. حدث لي اي حاجه اتكتبت هنا حدثها لي، اللي هو التكست الصفر دوت. يبقى هنا هنعمل
مي دوت مي دوت تكس صفر دوت ريكويل. لا ريكويل بقى كده دوت ريكويل يا عم ريكويل ريكويل. حدث حدث لي كده وشوف كده او ايه اعمل لي ريفريش كده وشوف الدنيا فيها ايه. حدث بقى كده مصر على 150. طب ايه الحل بقى في القصه دي كلها؟ احنا كده عشان اعمل لك اقل الحاضرين ويظهر لي في تقرير في دي ماين مش عارف ليه عمل كده. طب احنا نحلها طب ازاي؟ انا عايز احلها انا كشخص عايز احل هذه المشكله. حلها بسيط، انت تعمل كده اهو، سيبك بقى من التصفيه ومش تصفيه، هنشيل التصفيه دي من هنا. لما نشيل التصفيه كده نشوف هيعمل ايه، هنشوف كده هيعمل ايه. هل الرقم هيتغير 150 برضه سيبك منه. هنا التصفيه هنعمل هنا تصاعدي او تنازلي، ده هيجيب لك الرقم الاول. لا استنى بقى، في حاجه هنا، في حاجه هنا كبيره، نقطه كبيره قوي ومهمه جدا، وهو ده ممكن السبب الرئيسي اللي عطل الدماين. تعالى بقى نقول لك يا سيدي ايه اللي عطل الماين، احتمال كبير جدا هو اللي عطل الماين. بص يا سيدي، هنيجي هنا عند الجدول هنخش على الديزاين، لازم ده يبقى نمبر، هو ده اللي احتمال يكون عامل المشكله. هل عدلها نمبر؟ تمام عدلها نمبر. نرجع بقى نعمل التصفيه تاني، فيلد 1 كويس ان احنا بنخطأ عشان نتعلم، مش مشكله مش عيب. هل نخش كده هنعمل تصفيه ونرجع تاني هنعمل ايه اللي هو التصفيه بتاعتنا اللي احنا لغيناها ونشوف. احنا المفروض اقل واحد 2 ليبي بس، اقل ناس حضرت 2 ليبيا بس، 2 ليبيا خلاص. نطلع ونخش مره اخرى 2 ليبيا زي ما هم. طب نرجع بقى نكتب هنا من السويد حضر 20 واحد، هل هيتأثر؟ لا يتأثر. طيب حصل بقى ان في واحد شخص فقط جه من عمان، ونقفل التقرير ولين التحديث جاب لي واحد وجاب لي عمان، يبقى هو اقل واحد اقل الحاضرين من الجنسيات عمان. يبقى دي ماين علشان ينجح، دي ماين عشان ينجح لازم يكون الفيلد ده رقم، لازم يكون رقم، تمام كده. والتيبل ده كتب صح علشان تعمل مساعده مع دي لوكب، يبقى لازم تحطهم الاثنين كده اهو في جدول استعلامي، وتعمل اللي هو الحركه اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا نعمل هنا عنوان ياخد العنوان ده ياخده من الفورم اللي هيتكتب هنا، الفورم اللي هيتكتب هنا، ده المقصود بالدي ماي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.